عم نسعى لتغيير العلامات المميزه بطاقه الهويه الشخصيه ضمن دائره الاحوال الشخصيه بدمشق لحتى نغيرها من العلامات المميزه اللي هي منغولي ل داون او مريض متلازم الداون. كانت تجربه جديده استفدت منها كثير، وحابه اوجه رساله لكل الناس انه نحن نعطيهم قد ما بنقدر اهتمام، نحاول نحسسهم انه هم قريبين منا ومختلفين عنا، لانه على قد ما نعطيهم اهتمام على قد ما يكونوا قادرين يطلعوا القدرات الكبيره اللي جوا. احنا موجودين اليوم لنحتفل باغلاق مشروع هابي اكتيف سيندروم اللي هو بيشتغل على جماعه متلازمه الداون. اخترنا مجموعه من الاشخاص بعد فلتره طويله، هدول الاشخاص عملنا لهم مجموعه دورات تدريبيه استمرت اكثر من ما يقارب 3 أو 4 أشهر. هدول خضعوا لدورات بفن الخطابه، لدورات للمهارات الشخصيه، بالاضافه لدورات بمجال الكمبيوتر. هدول الاشخاص خضعوا للعديد من الدورات التدريبيه مثل ما ذكرنا. هي الدورات خلتهم تصقل لهم مهاراتهم، غيرتهم بشكل كبير. عملنا تحدي بحيث هذا التحدي انه نورجي العالم انه هدول الاشخاص قادرين يشتغلوا، قادرين يكونوا مندمجين مع المجتمع، عندهم طاقات، هي الطاقات بده حدا بس يقدر يوجه لهم اياها بشكل صح ليقدروا يكونوا موجودين بالمجتمع. بالفعل نتائج هذا المشروع اليوم رح نشوفها سويا. والشيء الثاني، اليوم هدول الاشخاص 90% منهم لقينا لهم فرص عمل، واليوم عم يشتغلوا بينهم بين كل فئات المجتمع. بالمشروع دمكين تعرفت على سعد سلام، وهو اللي علمنا عن تمثيل خصوصي بالمشروع سويناه، تعلمنا السلوك الايجابي والسلبي ورسم الوتكات. في عنا رح يكون تعريف المشروع، في فيديوهات تعريفية بالمشروع، في فعاليات للمستفيدين من المشروع. طبعا المشروع استهدف 11 شاب وصبية من المصابين بمتلازمة داون، عملنا لهم تدريبات بمجالات كتير متنوعة، عملنا لهم تأهيل، والنتيجة المشروع النهائية كانت هي انه نحن وظفنا 11 شاب وصبية، كل واحد بشغل ثابت براتب ثابت، وهذا الشيء طبعا هذا اهم شيء نحن تغييرهم كان يكون عملنا. فهني بعدين علموني يعني شليب يعني مثل حاسو يعني مثل خدواسو، وزمان فني زمان علموني يعني مثل زمان سلوك سلبي وإيجابي كل شيء يعني.